عليكم، حياكم الله، يا هلا ويا مرحبا فيكم جميعا. طبعا الفيديوهات اللي تكون عن جولات او الفلوجات معنا صح، اللي تكون عن جولات وعن اماكن اروحها واخذكم معايا فيها زي الفلوجات اللي فاتت، حاز الصراحه على اعجابكم، حازت على اعجابكم وكلامكم في الكومنتات شجعني كثير اني دائما اعمل هذا النوع من الفيديوهات واعمل جولات واخذكم معايا. لو تحبوا هذا النوع من الفيديوهات دعموني اكثر. الله يخليكم، لا تنسوا اللايكات، لا تنسوا اللي ما اشترك في القناه يشترك، يفعل الجرس عشان كل جوله اطلعها او كل فلوج اسويه تكونوا معايا في الصوره وتشوفوا الجديد معايا باذن الله. اليوم طبعا انا فين بروح باذن الله؟ بروح ايكيا. انتم عارفين انه انا قبل فتره نزلت فلوج كنت رايحه الايكيا في السلام بالنسبه لجده. طبعا عندنا كان فرعين ايكيا، فرع السلام فرع التحليه. فرع السلام ذكرت لكم في الفلوج انه كان قافل، خلاص انتقلوا يعني، او بمعنى صح قفلوا اكتفوا بالفرع اللي في التحليه. فاليوم باذن الله راح اشوف فرع التحليه اذا كان موجود فاتحين يعني مداومين، وراح اروح اشوفه وحاعمل لكم، حاخذكم يعني في اشياء انا قلت لكم من اول اني محتاجتها من ايكيا ضروري ما القاها غير في ايكيا، فحروح وحاخذكم معايا باذن الله. خلوكم معايا يلا. يا جماعة ايكيا فيها نظام مرة مرة صعب، ما قدرنا نوصل لهم غير ان الشوارع محفرة يعني وكلها تصليحات وكذا من هذه الجهة من شارع التحلية. في عندهم نظام لقيناه انه صف طابور ما يدخلوا غير 50-40 سيارة والباقيين ينتظروا في السيرة، تخيلوا لين تطلع 50-40 سيارة ثانية. يعني نظام صراحة صعب، بس انا سألت الامن قلت له انا ما اقدر صراحة انتظر هنا يعني في السيرة حق السيارات، عادي لو انزل انا ومثلا وبنتي وندخل نمشي على رجولنا والسياره توقف برا في موقف، يعني احنا ما احنا مهتمين سيارتنا تدخل، نبغى بس انا وبنتي ندخل. فقال لنا لا عادي تقدروا تنزلوا تمشوا. فماني عارفه هل هو يعني زحمه لهذه الدرجه؟ شوفوا فين وقفنا هناك وشوفوا فين جايين نمشي هناك المدخل. بصراحه مره انا كنت اعرف كذا والله ما جيت، انقطع نفسي وانا لسه ما وصلت. فحبيت بس اقول لكم على هذه النقطه عشان اللي جاي ايكيا يعمل حسابه انه ترى يا جماعه بيصف سيرة مع السيارات لغايه ما يقول امين. يعني اول مره انفجعت لما شفت السيارات راسها ورا بعض، افتكرت انه يعني عينات، اخذ عينات او كشف على مرضى كورونا من شده ما السيارات كثيره. ثاني يوم سالت رجل الامن يقول لي لا، اللي يبغى يدخل بسيارته يعني عائله مثلا واحده مع زوجها، الحمد لله اني انا جاي مع سواق، فتنزل مع زوجها او مع عيالها او تضطر تخش السياره تنتظر، ما في غير 50-40 سيارة تدخل بس. فاللهم صل على محمد، حبيت أقول لكم على الشيء هذا في البداية قبل ما تيجوا تتمقلبوا زي ما تمقلبت أنا، بس الحمد لله إني أنا ماني محتاجة سيارة تدخل، فجيت يعني دخلت مشي ولله الحمد. شوفوا اللونين هذول مع بعض، مرة مرة شياكة، حبيت مرة هذا الكرسي والأصفر كمان والرمادي في البيت تحفة. يا ناس اللون الرمادي سحر سحر، خطير اللون الرمادي. ما تتوقعوا انكم في يوم تستخدموها او ممكن تتناسق مع مطبخ، او شوفوا كيف طالعه مع الخشبي مع الابيض مع الاسود، متناسقه تماما، جمال جمال صراحه. عندهم بعض الدواليب عليها عروض.
جولتي في إيكيا، ومعلش لو كنت بنزل الجهاز احيانا وبطلع فيه كذا او بحط يدي، بس عشان في ناس ما ابغاهم يظهروا في التصوير يعني تعرفوا. بس كذا اكون وصلت معكم يا احبابي الى نهايه البلوج هذا، يا رب ان شاء الله عجبكم. ما قدرت اني صراحه اطول عشان مره المحل زحمه 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 جدا، الكاشيرات مره زحمه. ان شاء الله بس تكونوا شفتوا كذا واستمتعتوا معايا وقدرتوا تفهموا اسعار بعض الاغراض. اشوفكم ان شاء الله في بلوجات جايه، في جولات جايه. اطلبوني في الكومنت الجولات والمحلات اللي تبغوني اروحها، وانا اسوي لكم تغطيات عليها باذن الله. اشوفكم على خير، مع السلامه.